عوام بدي أم مرحوم. لك ما معطلي أشغالي كلها يا أبو سليم. الله ريت عمرك ما رجعت أنت وأشغالك. بدك تمضيني الولاء؟ ما بقى أمضي لك ولا نص ورقة. شو أشغالك معطلك؟ شو أشغالك؟ يا أبو سليم سكرتيني الخاص. أبو سليم سكرتيرة. أبو سليم سكرتيرة. أبو سليم وبدي أعمل أنا وياه كمان مشروع كبير. وشو هاي المشروع؟ نادي للمطنين. حلو. وين كنت تفتحوه؟ ضيعت حرش بالليل مثل ما بتيجي أبو سليم. وهذا هالمشروع تبع المسنين كمان الأكل والشرب والمنام ببلاش؟ الأكل والشرب ببلاش بس المنام بتنام ببيتكن. صار هوني أحسن يا أبو سليم، هون الأكل والشرب والمنام ببلاش. قوم خي أبو سليم قوم. لا 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 ما راح اتزحزح من هون أبدا أبدا أبدا. بس رون عنده بيسمي لي بدني وبي شو هيدي؟ تم هيدا شو؟ شو هيدي شو؟ هيد مليونان ونص تبرع لمستشفى دار العجز الإسلامية. أقوم ولك روح بارك الله في أمثالك. يلا حطوا على الصندوق. حطوا على الصندوق تعال عندي أقول لك. أهلا اهلا 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 بتكلي اهلا اهلا اهلا. انت منك عارف انا توصلت عن الزيد؟ شو صرت بلا الزغرة يعني فهمان ونص؟ فهمان 2.5 مليار دولار. شو عم تقول؟ لك ما متوا زمان. بتذكر زمان؟ بتذكر ما كنت سلطوح؟ طول عمرك شرشوح. كنت بتعوضني بثلاث. وهلا بدي اعوضك كمان. كنت تضبني هون على هالتي؟ مزبوط. هيك عمل لك. صح. تعال فاتك لي انا هلا عن الديك. انت شو؟ بمحيك من الوزود. بدعوضك الدعوض. كيف بقى؟ فهمني. بالدولار. بالدولار انا ب100 مليون دولار بقبرك ولا تقلي. شفت انت لو كنت منيح معي؟ شفت لو كان ماضيك منيح معي يا تقلي؟ هلأها بعطيك تسك ب50,000 دولار. يا حكير. حكير أنا؟ أنت سلسوح قوة. سلسوح كبير. سلسوم أنت. سلسوم مزبوط. بدك تلطع راسك قدام أزيادك يا تقلي. ما ببطي روسي بس أنا أطول منك شو بدي أعمل؟ عارف أنت قلمة الإنسان وين؟ عد الإنسان وين بقلمته؟ عزده عزده لما بيكون بيعرف فهمنا فندي. لما بيكون نعم. بيعرف فهمنا فندي. قلامة الإنسان تكلي بالدولار. صحيح. معك دولار؟ معك قلام. تسوى دولار صح. ما معك دولار؟ ما معك قلام. مزبوط. ولا معك إنسانية بنوم؟ ما معي لا. شفت هذا راسك الكبير؟ معلوم. لكن تقول لك أعطيني إيدك يا تكلي لابد يا عمي يا تكلي. لك أنا بوس. أنا بوس إيدك وإجرك. تكلي؟ قدلي بدك بوسك. قدلي بدك بوسك. قلت لي 2 مليار؟ صوتها تكلي. من هون ورايح ادي لما بمرق انا بالطليق عرفت لما بمرق انا بالطليق شو بعمل؟ عيونك هيدي بتوطيها بالعرق يا بعمرك بالعرق بتوطيها فبدها تقلي انا بعمري 2 مليار من الوجود تمحيني انا تصليح بلي بعرف انا من قصيتي ابن عيني معلوم انا جدي فهمان الكبير المخلوع مخلوع لما يمشي على الطليق يتخلوع تخلوع معلوم مش انا تقلي مش حوسي حكايه يا عيب بتقوم عليك من الله ورايح اذا كان لا ممحيك من الرزوط يا ابنك لا فضلت فضلت يا سلطولي يا واطي واطي شو عم تعمل؟ نغدرك لمقصدنا لسا كل ما رحت لك مشوار ورجعت بتوزعنا بالطيارة عنيتا وانا كل ما رحت مشوار ورجعت بلاقيك عم تلعب على الكمبيوتر نزعت اللي هو لك انا ما بنزع كمبيوتر انا بعرف ضق على الكمبيوتر بس هلأ بعمل دورة دورة؟ ايه دورة انت بتعرف تشتغل على الكمبيوتر؟ ايه لا شو دي اصنع ايد ولا اجر؟ لا اعل ها لا انا عقليت عصاق سليم عود حدا اجا بده شغل بده شغلة بده حكيها ضاق ابو سليم ما حينزع لنا شيء عند فهمان اليوم ضاق انت خلاك شيء عند فهمان وما نزعته انا نزعته رقمين نزعه واه شبه نحن صلحنا عند فهمان نحن ما صلحنا نحن نزعنا لو كاع سعود حدا بينزع شاه وبيرجع بياخذ اجرته ايه معك حق شو بدي اعمل لك فهمان بيستاهل بس كيف مطول بينه علينا وعلى ابو سليم ما كنت افهم هذا يلي بيحير ايه تذكرتنا بشو
ما تلفن مسالين تلفن تلفن؟ ايه اشبو قول لحتى نروح نحن لعنده على مكتب فهمان مشان شو؟ مشان قال بده يطرش المكتب. ايه منطرش له المكتب ليش لا؟ نحن شو دخلنا بالطرش؟ كيف شو دخلنا؟ نحن شو بده الطرش لا؟ شو بده الطرش؟ لا كيف شو بده الطرش؟ بده ناس تعرف الطرش تطرش، نحن بنعرف نطرش. اسكت اسكت كيف لكان؟ خذ الفرشاه غطها بسطر الطرش وطرش الحار. بدك اسعد افندي. شو بك؟ اهلا بكرة. اهلا كيفك اسعد؟ كيفك انت؟ اللي اسعد نعم اليوم شو؟ اليوم؟ ايه الخميس. حلو ايه حلو. وبكره؟ بكره الجمعة. يا سلام. ايه وشو بيكون بكره؟ قديش بالشهر؟ بالشهر بالشهر 30 بالشهر. يا سلام. وشو في علاج ب 30 الشهر؟ مريشة. شو ما عليك شيء؟ مريشة ابدا. ولو اسعد افندي ابدا. اتذكر يا حبيبي. شو بدي اتذكر؟ عليك اجار المحل. ايه بس هذا الشهر 31. 31 ها بتتذكرها مزبوط 31، بس بدي اعرف مين اللي عمل هالشهر 31؟ ايه لا شو بو شو بو 31؟ شو بو يهرات كل الاشهر مثل شباط. شباط؟ لما معك خبر. شو خير؟ قال بدهم يزيدوا ايامه لشباط يمكن يعملوا 33. ما 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 معقول يا اسعد؟ عم تحكي عن جد؟ لك هلا حاجه تخرف ما بيصير. بده يصير، ما كل شيء عم بيتغير. هلا ما تعمل لي؟ ما غيروا الساعه. ايه يمكن يغيروا شهر شباط. لا ما بدها الساعه بتتغير، الاشهر ما بتتغير. المهم ايه بعد بكره شو بيكون؟ شو بيكون؟ نهار السبت. بعد بكره اي تنان بيكون السبت، السبت واحد الشهر بدي اجي اخذ منك اجار المحل. تجمل لا شو لك انت بالمحل؟ المحل اللي حضرتك محتله. انا محتله؟ لكن مين محتله؟ انا. لا خلاص ظبط لسانك. وانا ماني محتل شيء. شو ما تعمل لي محتل؟ روح على شغلك عم. بدك تدفع لي الاجار. ايو اجار تسبع لي اجار. شو بقول لك يا اسعود؟ شبك شبك ما هذا المحل اللي قاعدين فيه نحن. ايه؟ هذا اللي شكرا نحن مستاجرينه منا منا لك. اشبو شو اشبو شو جاي اخذ اجرته. ها اجرته؟ هات تعطينا اجرته. انا بدي اعطيك؟ لك ما تهبل علي يا اسعود. نهار السبت جاي لهون، بدك تكون محضر أجار المحل. فهمت ولا لا؟ لا. ايه بدك تفهم، فهمه يا أمين. الله معك يا أمور. أهلا. تسمحين يا ست؟ اسمحي لنا يا ست. والله ايه والله. لا والله. شو 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 عم تقول؟ شو عم تقول هيدا؟ ولا شو بك هلا؟ شو بدنا فيها نحن هلا؟ شو جايين تنزعوا اليوم؟ ها شو جايين تنزعوا اليوم؟ لا 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 نحن ما بننزع، نحن اليوم جايين نطرش لكم، يعني نبيض نبيض الاوض والغرف والمكاتب. شو جايين تشتغلوا؟ شو جايين تشتغلوا؟ ما سمعت. طرش طرش طرش. واخذين اذن شي من مستر فهمان تطرشونا المكتب؟ نحن ما بناخذ اذن الا من بوسالين. لا هلا شو بدك فيها؟ بلش خلصني بقى. حشقول شو بدك فيها؟ شو بدكم فيي؟ ما انا المسؤولي هون. مزبوط واحنا مسؤولين بعدي. امسكي. لا امسكي انت. شغلوني معكم كمان؟ معلش يساعديني. الله يطولنا عمرك، حطي على الحاط هوني. امسكي روح على الحاط. عندك بس قداش القياس؟ طب تمطر 56. ايد هات لعندك. اذا سمحتي على الحاط لهوني. ايه. أيد. ايه ثلاثة ونص. ثلاثة ونص هذا العرض. هذا عرض. أيد. أيد الطول. طول طول الحاد 172. 172 72 طول الحاد. معك الخصر الداش. شو خص خصري بطرش المكتب؟ مشان الطرش عم نستفهم عم نستفهم داش الخصر 72. اي 73 بحبحنا هو 72 قلت لك. لشو بتكتب لهم 73؟ مشان الكميه اللي بدنا نجيبها تاعت الطرش. ببدا كل شيء عدت وقيت. هلا قداك؟ 73. 73 خسر الحاد. فوت معي لجوا لناخذ القياسات من جوا. وين؟ لك شبك وين رحت؟ هيدي هيدي عم تطلع على المحل سلح بلح تواح نواح تواده تواده تغلق بيله. ليك ليك ابو طليم سبت هيدي الزاويه هيدي اللي هونيك. ايه هيدي بنعملها شويه طاولات بيلعبوا عليها هيك دومينو سترانج تغلي. ايوه هيدي الزاويه هون
بنحط التلفزيون وشويه فيديو بس تكون علميه يعني مرشوحه هون. ايه ومرضوع بس هونيك بنعمل اشغال يدويه. ايه وهي الشغله منها هم. لا 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 بس تفتي الدنيا. ايوه بفوتوا لجوا. ايوه تصحى الدنيا بيطلعوا لها بالله. تضيع. لا لا مطلوع كثير حلو هذا يا فهمان. وشو بدنا نسميه هون هالنادى؟ انا برايي يا ابو سليم نسميه نادي المسنين اللي ضيعت حرش بالليل. ايه معقولة هيدي؟ معقولة تعرف يا فهمان؟ ايوه لازم هالمشروع هيدا يتعمم على كل القرى والضيع بكل الدنيا ما بس بلبنان حتى. طبعا انه بس الواحد يكبر ويصير مسن ما معناته خلاص حطوه على جنب على الهامش بيحملوه بيكبوه بالتزبالة ما بدي لك. بعدين بدك تقول الواحد اول ما ببلش طفل بعدين بيصير ولد بعدين بيصير شاب بعدين بيصير مسن بعدين بيصير ختيار بعدين بيصير كهل. هيدا لازم يحموه يقدروه لومه يدللوه ينظنظوه لكن هيدي الشغله المضبوطه. تفضل يا سيدي اقرا. شو بدي اقرا؟ اقرا شو في بكندا هاي البلد اللي باخر الدنيا بيقولوا. قانون المسنين. ايه الغوا القلال اللي كان التقاعد على سنه 64 في العملو خلوه يصير عملو لسنه 80 وعم تشتغل. هذا المضبوط. معلوم عنا بهالبلاد بس الواحد يقرب على 64 بيفتكر حاله انتهى وقعد بالزاوية انه هو شو انه انتهى. بالعكس بيكون الواحد بال 64 نضج. ما الانسان انا سمعت بيقولوا لازم يعيش 120 سنة يعني معناتها بنص عمره. نص عمره؟ ايه معلوم. يعني بدنا نعيش احنا 140 سنة؟ هو المفروض يعني الواحد يعيش بس ما حدا عم يعيش لانه قد ما الدنيا فيها ركض هلول. شفط نفط يا لطيف. لا بس هذا مدفوع كتير مليح. بعدين يا فهمان لما الانسان بيكبر ما معناته انتهى. يحو انا حسس حالي مثل كأني شاب يعني لو ما ايدي هيك شوية بتوجعني لا اشتغل قد عشرة. تو ما شاء الله مثل البغى اللي حطوك محل في الدنب تفلية تغلي بيلا. لا مثلا لك مثلا مثل ما انا يعني مثلا انه انت لما بيحس حاله انه بسنة 80 بعده عم يشتغل انه قوي يعني, يعني بعده قوي. هو فعلا البغى القوي يا عم. فاذا يعني هذا المصنوع مين بده موله يا خيي؟ والله يا فهمان نحن عندنا بضيعة حرش بالليل معظم أهل الضيعة مسافرين بالغربة. لا تنفعوا الديوس كنت حكيته. ما في غير الختيرية وهالبيت. بس يعرفوا نبعث لهم لهونيك انه فتحنا نادي للمسنين لأهلكم حينبسطوا ويتبرعوا. وامثالك شوية من هون ومن هون بيتبرعوا بيمشي المشروع. شوف خي أبو سليم اعتبر ثلاثة الباقي المسلوع علي يعني. الله يرضى عليك. نزل على المكتب الحقني بدي احضر لك صفية ولاق مثلا تمضيون. ايه يلا قاطعك. عود اشرب ها اجت القهوة يا أستاذ فهمان. القهوة قهوتك مسلوعة تعدية. دليل بالك عخي خليف لحسواي. ايه حاضر. وينك؟ ايه على كل درباس وين روح؟ درباس عنده نقل راح يوديه على البلد. بس يجي درباس اللي له أنا عاوز ضروري ضروري ضرورة خليني شوفه ضرورة. في شي تقله؟ بس شوفه أنا بقله. اللي تقله؟ ما راح قلك تتقلي له لأني أنا اللي لازم قله. شو بدك تقله؟ ولك بدي يسترك ستر. هي بدي يسترك ستر ويا ريت بعرف بعدين شو بده يصير أو شو بدك تقله. أنا بشرب القهوة. عالحوار شو هاد؟ شو هاد؟ هيدا مزج الوان بنحط اللونين فوق بعضهم شوف كيف بيطلعوا محليهم. ايه وحياة اسعد بيطلعوا مظبوطين. عم بعلم بحياتك انا ما بعلم بحياتك كذب ابدا. شو بعمل فيه؟ شو بدك تعمل فيه؟ بقصف عمرك هلا؟ لا أنا قلت لك ما تخلي حرومية بالدرج. لا أنا ما عم خلي حرومية أنا عم بتروش كل شيء. إيه حتى الألوان فوق بعضي. لا كيف هاك مزلزل فوق. دخيل بني إيش عاملين دخيل إجريك إذا إجا بس كبهمين شو بدي أعمل أنا معه معقول. شو بك أعمل دفع أنت أنت دخيلك وقض ما عشكب شو هيا شو عاملين شو هاللون شو هاللون هون أوراج هون أزرق شو شو وينك وينك هذا مزج الوان. دخيلك نحن كل الامان بنجي جنب بعضنا. يا عم عمالك انت تروش انت انا عم احكي مع المخلوق. نعم شو انت شو انت بتفهمي بالديكور؟ ايه بفهم بالديكور انا المسؤوله هون انا بفهم بكل شيء. انت شو قصدك انت تفهمي بالطرش؟ لا ها لا شفت هذا الطرش غير شكل يعني شوفي ها شوفي شفته ما صار
بنسجل الالبان مع بعضها ولا ما بنسجل؟ شمي شويدة الله يسلمك شويدة شمي شويدة شو عم تعمل؟ لك شو قادر اسال فيك؟ لك شو عم تسوي؟ طب انت وكيف انت عم تسوي؟ انا وحياه الله وحيد الله شفت شو عم بيعملوا وصل الساعه عم بنعم شو عم بيعملوا مش عم بيعملوا لك عم تعمل انا قطعه تعال تعمل ليش تعمل فيك انا عم لك طرش لك اين طرف؟ بياض بياض عم بيطلع لك ما طلعنا طلعنا له بيضين ونحن كيف؟ ما طلعنا طلعنا له بيضين لك شو بك يا سعود؟ وقف يا ابن الدغل شو بك؟ من اختك مش عم بحكي؟ احكي من مسكه طب حتسكت انت وياه وتوقفوا ولا تروحوا للسلطه؟ لا في شرطه يه لك مين عملك تسوي هيك انت؟ ابو سليم هلا شو ما قلت لهم؟ قد ما عم بحكيهم مش عم بيفهموا، كلمه مش عم بيفهموا، اقول انا المسؤول هون عن الفرقه شو ليش عملوا فيي؟ لا 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 يعني ما بعملت ابدا ما في مسؤول عم تدرس؟ ما انا المسؤول انا المسؤول طولي بالك ما حدا مسؤول هون الا ابو سليم عن تصرفاتك لك ابو سليم سعد الصغير انا عم بشتغل عندي ابو سليم مثل لي ابو سليم سعد ابو سليم ابو سليم عم يشتغل عندي طرطور انا قلت لي ابو سليم لا لا طرطور اوعى تقول عنه طرطور ها والله تو ابدا لا تقول فلسه يعني ما بقيت الا تطلطني ها بتقول شو ما تنكسو اقعد بتطلق السلطه طلعها شو بدك تعمل هيدا لا 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 هيدا هيك معلش انا باك هيك اعمل لي هيك شو اعمل لك انا بتسوي فيني هيك انا اذا كان ما بحطكم كلكم سبب السلطه حكي لي كلمه حكي لي كلمه حكي لي كلمه هيك والله والله مش كنت يا فهمان لهيك انا بحكي معك لا ما بدي تحكي معي بعثوا لي ابو سليم يحكي معي لا والله انت ما بتسلطة فهمان يا ابعد فلت لي هيدي بيدك طب 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 حكيني طوي حكيني يا بتطلع من هون يا هلا بدك تطلع فهمت عم حكيت شو دخلت لهون طب اجي لهون على الشرطه اجي لهون شو اللي سوي فيك هيك مين عمل فيك هيك لا طب بعد لك يا طب وينك ايه يا فهمان طب حكيني كل حالك طب انكم السلطه بلحظه ثقيله لحظه ثقيله طب انكم السلطه كلياتها انا فهمان باك بدي السلطه على السلطه ابدا انا فهمان باك بدك وينك وينك عم ظبط عم ظبط فهمان يا فهمان اطلبي لي السلطه من دون منك شو بو خير؟ قول بده يعمل الباب دور للمسنين ايه وشو فيها؟ شو فيها؟ ونحن وين بنروح؟ منين بالطرقات؟ بالشوارع؟ لا يا دربي نحن رح بنضل هون وبعدين خي ابو سليم رح يوظفنا بالدار وشو بده يوظفني؟ نخدمون؟ لا نحن بس بنطبخ لهم ومنطعميهم وهن بهالنهار بيتسلوا هاك لك ايه وما بدهم يناموا لا لا يا درباس هن بس بيقعدوا هون بالنهار وبالليل بيروحوا على بيوتهم لك انا قلت لك انه خيك ابو سليم خرف عبا كثير انت زعلتها انا برايها يروح على دور العجز احسن له واشرف له خيي خريف ليك على كل حال انا ما بعرف بس تيجي خيي ابو سليم احكي معه ايه بحكي معه ليش لحقتي لي ما احكي معه لا احكي معه درباس شو بي جبت تليفون جوال ايه واذا جبت تليفون جوال ليش معهم تليفونات جوالي احسن من درباس لا انا ما هيك قصدي بس مصروفه كبير ايه بس ضروره وهلا كل الناس صار معها تليفونات جواله لكن قول بهالايام اللي ما معه تليفون جوال بيكون متاخر يعني هلا انا متاخره ايه لا بدك تجيب لي تليفون يا دربي خلي خيك يجيب لي خيك لما احكي كلمه خيك الو ابو سليم انت وين عند فهمين ولا بدور العجزة لا انا هلا جاي لعندي جاي على وين رايح؟ رايح حلا مع هيدا خيك الخرفان قول بده يعمل الباب دور للمسنين شو انا ماني موجود بالباب لازم يتفق معي بالاول ايه والله ما انا شايفه ما حدا حينحل غيرك صباح الخير يا حلوه اهلا عمر بقدر اقابل السكرتير الاول لفهمين بيك بنزين بدك ابو سليم؟ ايه ابو سليم ايه سوري ما فيك تحكي معه هلا ليك قولي له انه ما فيك تحكي عنده اجتماع ضروري مع المدير طب قولي له مش كيح عايزك هو بيعرف اعملي معروف ما في اعملك معروف لانه ما في احكي الا بعد ما يخلصوا الاجتماع يا انا فوت لعنده ما فيك تفوت لعنده يا استاذ اذا بتريدنا صباح الخير بدري
طيب ده ده مش كيح؟ مرحبا ابو سليم. وين اسمه ابو سليم؟ طاقه بطيخ. شو كيف بتفوت انت لهون؟ فت فتحت الباب وفتت شو فيها؟ هوت طلع بلا على الباب وطلع بفوت مثل العالم يعني بتقوم عليك هيك بدون رحم ولا زتون يعني هيك ادخل. صباح الخير. ايوه بعد عن طلبات وقف احترام منيح هيك انت بدك هلا عشان عم تعيط على يمين المدير انت ولا هو؟ ده 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 قوم 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 لا تقوم قوم ماذا؟ ما انا صحيح لنت على لنتته؟ ما انا صحيح عم يعلمني فهمين كيف امضي الامضه الرسمي مشان المعاملات الرسميه. اه ايه يعني انا الكلمة كلها انت بدك يعني الحقيقه انا جاي قصدك بخدمه انه شغل ما فيه بتعرف انت. أيوة. وانا مطرب قد الدنيا معروف عني يعني بلكي بتشغلني عندك مطرب خاص. بدي تغلق تغلق مطلب؟ ايه مطرب. لسو عندي انا كابيتيليون ولا عندي لانت كلوب انا؟ لا ما بتعرفني ولا وبيمثل كمان ما بيعرفني عامل تمثيل. ليك شوف شوف هيدي مسرحية ايدك بايدي ايدك بايدي وهيدي هيدي مشي معي تحت وهيدي ولك ولك هودي ما خلصنا منه. طيب طيب بالمستشفى معلقان على الحيطة هو كيف ما بيعرفني هو ليه ما بيعرفني يا ابني فهمني طلعي هدولي سيادات يعني معك للصمت عم تغلزيني انت شو بتعرف تشتغل؟ انا بغني انا مطرب غنسي شو بتعرف تعمل؟ ما بعرف شيء ولا شيء انا بسوق تراكتور اذا بدك تراكتور؟ ايه ما عليك اذا كان حنوصلك توصيل عنا بتوصل لي الموظفين على بيوتهم بالتراكتور وتدل لي هون. فمان يا حامل ما نجمك سطب اعلى سماء وهي قالوا هي قالوا لا 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 عيد 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 نجمة فهمان يا حامل حما نجمك عالي ما بينطاق يا سلام هي قالوا هي قالوا هي قالوا عن شالوا انت من هلا الله حالمطلب الخاص تبع فهمان شفت عجبك وين ما لحت وين ما نزيد بتشتغل عندي هون وبتقول اوف ايه خلاص وحعمل لك معاصي مسكاح ببيض الورد هاي قديش يعني تسمع عينك مسكاح خلي لي هيك لوح طنيني بالله نخلي شغلي مع ابو سليم روح اطلع ايه يلا روح لبرا شكرا شكرا ايوه هي قالوا هي قالوا هي 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 عود كفي نضي لتوخ كمان ايه ما طيت عليه قوم 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 راسك لك روح كمان شو عمل فيك هلا؟ لقتك المعصب لسه وقت اللي بدك مني شغله اقعد وبتدللنا وبس خلص قوم قوم بتدفش فيها لحشيل راسك شي مرة لوقت باي ما حي بفوت واحد غريب لهون وصوتك انت واحد وانا واقف ما بيسوى ها هلا ما في حدا نعود اقعد بقول لك اقعد اقعد قوم 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 لك قوم ما حد قوم شو لازم نشتغل يومان يا امين وانا بلقمه ولها كمبيوتر مكان يعطينا شغله خرجنا هذا شو بفهموا بشغلنا كيف شو بفهموا يا عمي بدي غير هالمصلحه وبدي اعمل مصلحه ثانيه هالمصلحه ما عودت تمشي الناس صارت كلها سنجريه كله. مين ما انتزع عنده حنا فيها صار هو عم يصلحها ما بيبعث وروني اظن هو عم يصلحها كل شيء نصلحه بقى فكرني بشغله نغير فيها المصلحة شو رأيك نفتح محل سمينة هيدي شغلة ما بتبطل هيدا اللي ياخد لك عقلك الأكل سمينة كان عطونا إياه الكمبيوتر ما عطونا إياه يعني ما خرجنا ما خرجنا؟ لا مرحبا أسعد أفندي أهلا بمالك المأجور والحزين والمالك اللي ما بعرف شو حزين ولا فرحان ناولني الأجار أجار شو؟ أجار المأجور مأجور؟ ايه عندك مجرور ما مجرور المأجور يعني المحل المحل شو دخلك بالمحل انت ما المحل جاي بدي اخد اجوره ناولني اجوره يا اسعد ما تجنني شو بدي للحقيقه يا شكرا لحديت هلا اسا ما اشتغلنا بالاجور تاع المحل حلو كتير العالي فاذا اترك المأجور جانا على المجرور عندك مجرور لنصلح لك هو اترك المحل وروح لعند ابو سليم وسجل ببيت المسنين بدار المسنين اي نعم ما رحنا لعنده وقال ما هلا وقتك بده وقت تاني وقت تاني ايه ما ابو سليم ما معه خبر شو في ما فيه بيت للمسنين ما
ابو سليم؟ ايه. وين؟ شو وين؟ عنده ببيته. بيته؟ ايه. وليش ما قلنا؟ شو بده واسطة؟ لك ما بده واسطة. قديش عمرك انت؟ انا من 70 لـ80. يعني فوق 60. خلص، طالما كل واحد فوق 60 في يروح عند ابو سليم ويسجل ببيت المسنين. انا ما وصلت لـ60. لك شو ما وصلت؟ طلعت فوق 60 وحتوصل لتحت بقى. هلا ما تعمل لي نولني الاجار وخلصني. انا معي هيدا، خذها وكفي لك بعدين. هيدي 100,000. نعم. بقي 50,000 ليرة. بقي 50. هالكم يوم بركي الله رزقنا بنعطي. شوف يا اسعد، عز صاحب هاك يا سعديه، هاك بده خيي ياخذوا من الناس بهالاخره. لك وطي صوتك، بعدين هيدول مناس، هيدول اهل ضيعتنا. شبك يا درباس، وبعدين عملوا لك معاش احسن من اللي كنت عم بتطلعوا من السياره وقتها. وقديش عم ياخذوا على الشخص؟ ما بياخذوا ولا شيء منهم. نعم ما بياخذوا ولا شيء منهم، لكن منهم بيدفعوا لنا اجورنا وحق الاكل والشرب. من المحسنين يلي بحبوا يساعدوا اخوهم الانسان. وبلكي ما حبوا المحسنين يساعدوا اخوهم الانسان، منان منقبض. ايه طمن، رح بتضل تقبض. يا درباس. شبك؟ امتين رح يرجع ابو سليم؟ ما قلك. ما عندك تليفون؟ ايه في. شو بدك منه؟ اعطينا اعطيني هيك بدنا نحكي معه كم كلمه. مع خي ابو سليم؟ ايه. طيب هلا انا رح اطلب لك. طيب يلا كش هاي داما. ها لك يا مشكيح، ما داما عم نلعب نحن عم نلعب شطرنج. شو يعني شطرنج؟ يعني الشطرنج انا بدي اعلمك الشطرنج، يعني شوف هيدا الملك. ايه. وهيدا الحصان. مزبوط. يعني انا الملك وانت الحمار. يعني الحمار الملك بده يركب على الحمار لحتى يروح على الحقل يعني. ايه. يلا. هيدا الملك. كش ملك. كش حمار. حيركب الملك على حمار. هادي مضيل ولدي، حضلي لي الملافقة لأنه بدي روح حفلة طيارات، عندي مشوار ضلولي. عند ابو سليم انت عم تشتغل عندي صفين هون ولا مطلب؟ بدي فهمك بس صوت حسب مران يا حامل حما ويقالوا هيقالوا وشانوا الضاع شانوا يا عيني ويا روحي يا رب الدلالو كفي هاي بلدي بطولة هيقالوا يا مرمح مرمح على مرمح نعم حبك رواح قبل ورب تشمالي ويقالوا هيقالوا هيني ويا روح هل اللي هاي تعفى فهمين فهمان يا حامل حما نشمك سطع بالعالي ايه يا حبيبي الو دخلك ابو سليم يسوي وينه تو لك سوم سكر الخطو قلت لك بدي اياه ضلولي بتلين مسكر خطه طيب بدك تروح تطلع ابو سليم وين موجود جيب لي يا حالم طيب هو ايه حاضر تكرم والدي اعملي له مكافاه لمسكيح $6.5 روح ابلون خيي حلو بلشنا نشتغل وقف طمعني انت طالب يا
هاي قالوا هاي قالوا وشالوا الطعن شالوا يا عيني ويا روحي يا مرفى الدلالو. شو وين صارت القصيدة؟ رح تخلص استاذ. شو اسمه؟ اسمه ساعديني. ساعديني؟ سمعنا اياه وساعدنا. ساعديني كلما هب الهوى واذكر الكلبة ونيران الزوى. شو دخل الكلبة؟ القلبة ونيران الزوى. قلبة؟ ايه يلا كمل. ساعديني كلما هب الهوى واذكر القلب ونيران الجوى. جوى كم حلمت أن أراك دائما أنت في قلبي وأضنان النوى. يا سلام. اذكري خلا وفيا مولعا قد أحاط اليأس فيه فانطوى. أنت روحي وحياتي وغدي أنت نبراس التألق والغوى. يا سلام يا سلام. أهلا 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 مشكلة. كم حلمت أن أراك منيتي. اسمع. فحنين الشوق ايامي كوى انت عمري وعزاء وحدتي كاس حبي من يدي قد هوى. بكره بدك تلحلوا اياه وتغنيه انت. هلا مسروقه مسروقه. لا 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 ما مسروقه. شو مسروقه؟ لا شو بدك فيه من فكري. لا شو بدك فيه هذا؟ على شو بدك فيه؟ لا مسكر خطك انت يا خي. انا بس اطلع الضيعه بسكر الخط. لا ابو ما فهمان داخل عليك وعم يتلفن لك ما بترد علي. هيدي انا عارف بده يتلفن ولذلك سكرت الخط. شو بده؟ لما بعت لك خصوصي اللي عندك عايزك ضروري. بده يكون في شي كام امضى معني يقدر يمشيه. زال ضروري ضروري اللي عندك. يلا على اذنك يا زويل. مع السلامه. يلا شو بدك زغلول؟ على السلامه يا ام سليم. ما تنسى الموعد زغلول. لك هلا روح هلا امشي. ايه انا ناطرك. ساعديني كلما هب الهوى واذكري القلب ونيران الجوى. كم حلمت أن أراك دائما. زهير. نعم. أبو سليم فل. لمين عم تحكي؟ عم نحكي للقصيدة ولا نفسي؟ إيه الله يساعدك. أين عم نلاقيك؟ سامعك سامعك. إيه لا, لا لا ما عندي حدا. إيه عفوا لا تاخذني علي. ما انتبهت إني قاعد على الكرسي. أمني علي. حولت لي 70 كيلو ذهب. إيه حطهم بصندوق الامانات بالبنك باسمي اباك على راسي بتقوم. بس يعني لو تسمح لي بس حابب اتعرف على اللص الحلو وتشوف ال... لا لا ما 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 يا حبيب قلبي يا ليس اتعرف عليك اليوم. وين بالثقه تبعث لي مين بياخذني؟ يا حبيب قلبي يا ليث بأمرك انا واحد من هلا ناطر منك تايب تحت. مع السلامه مع السلامه. شو يا شكري ما بدك تروح معي؟ على وين؟ ما انا شفت بنت حلال وبدي انستر. وبشو بدي استرك؟ البنت تسترك. بدك تروح معي مشان نخطبها. انا بدي روح معك مشان تخطبها. ايه. هيدي ما يا مشكيح افندي ما لك غير ابو سليم. يا ابو سليم. يطلع ابو سليم. تبين. شوف شو بده مشكيح. بروم بروم لعنلون. شو بده مشكيح؟ الحقيقة ابو سليم انا شفت بنت حلال وبدي انستر مشان تخدمني باخرتي. يعني انت بدك مين يخدمك باخرتك وبعد في وحدة بتقدر تخدمك باخرتك؟ ليش شو بني يا ابو سليم؟ لا لا ما شبك شان. ايه الله يوفي. بدك تروح معي بكره مشان نخطبها؟ ايه من خدم بيت مين هاللي حضرتك خطبها؟ هيدي من بيت زغلول ابو لبادي. زغلول ما غيره؟ ابو لبادي. ايه عنده عروس؟ ايه عنده عروس. حلو حلو حلو. ايه الله يوفي يا مشكيح. يعني بقى بعرف انك تفرح لي انت. يعني طبعا بفرح لك. قول يا عمي ابو سليم. ابو سليم شبه قاعدين هون. هيدي مش بس فكره. اه وديك مش بابو سليم؟ شو جيبوا لهون؟ ها خير انتو شو جيبوا لهون؟ جايين ننتسب لعمكم لهون عن نيدا. ايوه. ايه بقى بدنا نسألكم سؤال. سؤال يعني اثنين. المنتسب له. أيوة. امر هون يعني بده يكون من فوق الخمسين. اذا كان هاك نحن من فوق الخمسين. معك عمين؟ ايه مزبوط. وانا كمان من فوق الستين. معك يا سعود؟ مزبوط. ايوه وين سعدية؟ سعدية شو فيه يا خيي؟ قد ايه صار عنا عدد المنتسبين؟ صار عنا تقريبا
تقريبا 19 منتسب. 19 ايدي اسعد 20 وامين 21 منتسب. ايه حاضر. هلا صرنا اعضاء نحن؟ صرتوا اعضاء. لا بدنا نعود شو بتعمل؟ لا ولك شبك عم تدفي؟ نحضركم بكره ما تنسوا بعد الظهر. لا 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 اسعد شبه جبت لي اجار الماجور؟ جيب لي المجرور وجاي لهون. روح عني. اجار المحل. المحل بالمحل بطلب بالاجراء ما هون هون للرواق. ايوه للرواق هون يا شيخ. اروح نستاذ. أيوة. سيدنا المدير. ايوه بدك شيء سيدنا المدير؟ سلامتك يعطيكم العافيه. ما تنسى تجي تتعشى ان شاء الله. ابو حربيه وين الربيبه اللي معك؟ مع مين عم تحكي؟ معك منك ابو حربيه؟ بلى. ايه انا ابو حربه وابو دربه وابو اللي فكراتي. لك شباب خلينا نسمع لنا نغمه حلوه. الربابه لازم تكون معي يا عمي. هذا الزلمه ليش عم يغير علي هيك كل مره بيعمل؟ ولا عم تشبهني لابو حربه؟ انا عم شبهك لابو حربه. هيدي هيدي ايدك هيدي ايدك ايدك شباب. مرحبا. أهلاً. 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 أهلاً وسهلاً. يا أهلاً بأبو سليم والضيوف. يا أهلاً. الله معك. شرفوا شرف أبو سليم. تفضل. تفضل يا أبو سليم. يا أهلاً. تفضل. أي 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 بغشة. أي أي بغشة. هذا اللي إجرى. هاكم يا أهلاً. بدي بخش رقبتك كمان. حصل خير 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 يا أبو سليم. تفضل. ما شفتوا كيف؟ لتركني ليش كمشي مشروي؟ ما هو كمش ده. خير يا ابو سليم. انا قلبك مشاك مش عم بتطلب هالزياره. يا اهلا وسهلا. يا زغلول انت معك خبر بس نحن شاهين هلا بصفتنا الاخ زغلول مقطوع من شجره. انا مشكيح. عفوا مشكيح. يا زغلول ما له حدا جايين طالبين القرب منك من ايد كريمتك وما تردنا خوي بين. ولو يا هلا يا اهلا وسهلا فيكم يا ابو سليم. على راسي يا ابو سليم انت بتأمر. يعني هلا بقى معقول يا زغلول اسم الله عندك بنت بهالكبر تزوجها لاخونا مشكيح؟ ما بنتي يا اسعد ما بنتي اختي اختي عندي اخت كبير شوي بالعمر دومين ياخذها ويجيبها ويخدمها. يخدمها؟ ايه. مين بده يخدم مين؟ مشكيح بده يخدمها لانه هي عندها شويه امراض. عندها البنكرياس. آه. عندها شويه عصبه. آه. عندها شويه ضغط. آه. وعملنا لها مره عن الذبحه عملنا لها عمليه قلب. آه. مع المصارين تعبانين. آه. شو قصتك؟ لا لا في 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 غلط مش عم يحكي مزبوط. لا لا شوف عيط له عيط له وشوف عيط له من عيط له من عيط له شو يا عبلة يا عبلة. لك شو سمعها شوي خفيف يا ابو سليم. هروح جيبها انا هروح جيبها. شو القصه يا مشكيح؟ لا 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 مش عم يحكي مزبوط هو يمكن ما بده يجوزني اياها. معقول هلا بنشوف ونحن بنحكي. تفضلي يا اختي تفضلي. عم اهلك عم اهلك عم اهلك. ايه يا اهلا. مين ها عم تسالنا مين ها؟ ها مين يا اختي؟ عبله العروس. ها العروس؟ لا حكي انت. شو ايه العروس؟ لا لا مش هي ابو سليم مش هي. لا شو مش هي؟ شفتها وين هيدي؟ هيدي العروس. هيدي العروس؟ لا ما هيدي العروس. هيدي بنتي عمرها 16 سنة. هي العروس. هيدي ابو سليم.